مكملين معاكم على شبكة عالم مصر الإخبارية من جامعة بنها كلية التمريض ومؤتمر أفواك التمريض 2030. معنا الأستاذ الدكتور حسين مغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الطلاب. دكتور حسين بنرحب بحضرتك على شبكة عالم مصر. أهلا وسهلا فندم، منورين ومشرفينا في جامعة بنها دايما بإذن الله. عايزين ندي الجمهور نبذة عن جامعة بنها. والله جامعة بنها من الجامعات الإقليمية الواعدة اللي موجودة في مصر، فيها 15 كلية بتغطي جميع القطاعات، قطاع الطبي، قطاع الهندسي، قطاع التربوي، الدراسات الإنسانية، بتمتد على نطاق جغرافي واسع نسبيا، تبدأ من شبرا، في عندنا كلية الهندسة في شبرا، ثم القطاع في مشتهر بيشمل كليتين الزراعة والطب البيطري، وبقية الكليات موجودة في بنها. فاحنا بنغطي نطاق جغرافي واسع، وجود الموقع الاستراتيجي لمحافظة الأليوبية في وسط الدلتا بيخلي جامعة بنها تخدم عدد كبير من المحافظات وعدد كبير من أهالينا في المنطقة. عايزين نتكلم بقى النهاردة على كلية التمريض وتاريخ نشأة كلية التمريض. والله كلية التمريض من بدايات جامعة بنها أنشئت كلية التمريض. كلية التمريض من الكليات المميزة القطاع الطبي بصفة عامة داخل جمهورية مصر العربية، من القطاعات اللي بتركز على جودة التعليم، ومن أوائل كليات القطاع الطبي اللي انخرطت في عملية جودة عملية التعليم والتعلم كان القطاع كليات التمريض وبرامج كليات التمريض. زي ما انت عارف ان الخريج بتاع كلية التمريض عليه اقبال من سوق العمل. الجامعة هنا والكلية التمريض لا تتوانى عن تسليح ابنائنا وبناتنا خريجات كلية التمريض بكل المهارات اللازمة لخدمة المجتمع وللانخراط في سوق العمل بصورة جيدة. فكلية التمريض من الأماكن اللي حدثت لوائحها ومناهجها الطبية بصورة مميزة من فترة طويلة. هي كلية معتمدة، تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، سيعاد اعتمادها قريبا لأن هي من أوائل الكليات اللي حصلت على الاعتماد الأكاديمي. الكلية من الكليات اللي بتركز على مهارات وعلى الجدارات الفنية اللي الطالب يتسلح بها، ليس فقط أمور نظرية ممكن يحصل عليها من أي مكان، ولكن المهارات اللي يتسلح بها للعمل في المستشفيات والقطاع الطبي بصورة مميزة. مش هخفي على حضرتك، احنا موجودين في جروبات على الواتساب كتير جدا خاصة بجامعة بنها. ليه جامعة بنها مهتمية في السنوات الماضية بالمؤتمرات وبالتسليح الطالب بالمعلومات الجديدة؟ طبعا الجامعة هنا في رؤيتها وفي رسالتها هو الانفتاح على المجتمع الخارجي. زي ما انت عارف ان في دلوقتي تصنيفات عالمية على مستوى العالم للجامعات وللتخصصات المختلفة على مستوى العالم، واحنا بنسعى في مصر عموما ان احنا نظهر على خريطة التعليم العالي بصورة مميزة، وبنحاول وبنجاهد وبنتحسن يوم بعد يوم. الجامعة طبعا جزء من المجتمع، فبالتالي بتسعى لتحسين عملية التعليم. تحسين عملية التعليم دوت بيتم من الانفتاح على العالم الخارجي. بنفتح على العالم الخارجي سواء في الشرق أو في الغرب، يعني في عندنا اتفاقيات وعلاقات مميزة مع الصين، عقدنا أكتر من اتفاقية في الفترة الأخيرة. كان عندنا الأسبوع اللي فات زيارة من جامعة هيلسنكي في فنلندا. جامعة هيلسنكي هي جامعة رقم واحد في فنلندا، وزي ما احنا عارفين ان التعليم في فنلندا من افضل الدول الاوروبية وعلى يمكن على مستوى العالم، تعليم مميز والجامعة دي رقم واحد. فاحنا ناقشنا معهم امكانية عقد برامج توأمة، بمعنى تحديث مناهج مستمرة بيننا وبينهم، اعطاء شهادات معترف بيها من الطرفين في نفس الوقت. فانت منفتح على العالم الخارجي اللي هي الكلية الجامعة رقم واحد في فنلندا ومن الجامعات العريقة رقم يمكن 86 على مستوى العالم في التصنيف الاخير،
فجامعة بنتكلم على انها عالية جدا تنفتح عليها وتعمل معها اتفاقية تحدث منهجك طبقا لرؤيتهم ورؤيتك بما يخدم السوق المحلي. طبعا ما بنغفلش دور السوق المحلي لكن بمعايير أوروبية، فالانفتاح يؤدي الى انهم يساعدونا ونطلع معهم لمستوى افضل. عايزين نتكلم على مراكز خدمة المجتمع بقى اللي في جامعة بنها. والله خدمة المجتمع انت عارف جامعة إقليمية هي فكر جامعات إقليمية أنشئ لخدمة المجتمع، لتقليل الاغتراب، لخدمة البيئة في مختلف الأماكن. فاحنا عندنا قطاع واعد في خدمة المجتمع بيقوم بالعديد من الأسبوع اللي فات كان في عندنا مجموعة من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بتخدم المنطقة في محافظة القليوبية في جميع المدن والمراكز في القطاع الطبي، القطاع الهندسي، القطاع التربوي، بيقدم خدمات مميزة على مختلف المحاور. امتى نلاقي جامعة بنها ضمن أفضل 100 جامعة في العالم؟ والله احنا بادئين الطريق وان شاء الله بناخد بالاساليب الوصول الى افضل ما هو افضل من افضل 100 جامعه في العالم. الوصول ان شاء الله بتحسين السمعه المؤسسيه، بتحسين المعايير الجوده، بتحسين طرق التدريس، بتحسين اليات التقييم، واخدين بالاساليب وبنعمل عليها وباذن الله قريبا نبقى من افضل الجامعات على مستوى مصر والوطن العربي. دكتور حسين نورتنا على شبكة عالم مصر وبنتمنى كل التوفيق لمؤتمر أفاق التمريض 2030. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، نراكم كل خير إن شاء الله. شكرا. فيش فيها كره.